السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإلى حضراتكم تفاصيل مسائيتنا. اجتمع مجلس الوزراء صباح اليوم الخميس تحت رئاسة الرئيس محمد ول عبد العزيز، وقد درس المجلس وصادق على مشروعي قانونين: مشروع قانون يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 035/2010 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2010 والمتعلق بمكافحة الإرهاب. يهدف مشروع القانون الحالي إلى استكمال مسار موائمة القانون الداخلي الوطني في مجال مكافحة الإرهاب مع القانون الدولي، ولهذا الغرض ويستحدث مشروع القانون المذكور آلية إدارية تمكن السلطات المختصة من القيام فورا بتجميد الأموال والوصول المالية والموارد الاقتصادية المملوكة لأفراد أو لكيانات إرهابية مدرجة على اللوائح الوطنية أو الدولية، وذلك وفقا لمبادئ حقوق الإنسان لا سيما إتاحة إمكانية الاستئناف. كما عقد عدد من أعضاء الحكومة مؤتمرا صحفيا علقوا فيه على أهم المشاريع والمراسيم والرد على بعض أسئلة الصحفيين. الزميل يعقوب سيدي عبد الله حضر المؤتمر وعاد بتقرير التالية. بعد انتهاء اجتماعه في القصر الرئاسي، عقد عدد من الوزراء مؤتمرا صحفيا علقوا فيه على أهم المشاريع والمراسيم التي تمت المصادقة عليها، حيث أكد وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي أن المجلس صادق على تخطيط أرض المطار القديم، وذلك من أجل انسيابية المرور وبناء مسجد كبير، مع أن هناك بنايات مستثناة من التخطيط. في مباني مهمة قد نعود لها نعملوهم، واخترنا نعود منها نتولاهم احنا. مستثنين من بقاو من التراب اللي عندنا احنا. وبقات الدولة مساحاتها هذه ومساحات أخرى كبرى، واحدة منهم مسجد لا يعود على شارع توجيني عند كالفور مدريد، تقريبا 11 هكتار لا يعد فيه مسجد الكبير نواكشو، ومساحات مقابلة الحي الساكن ذاك الجنوب الآخر كامل وانا فيه مساحة حكم ملي 7 هكتارات ذاك الزر، وفم مساحات متولية مولي مثلا ظهر المطار، وفم فيه تقريبا 15 هكتار من الطائرة في اللي ينقالوا تزيك ما بوليك. وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة أكد أن اعتقال السجين والسالك يعتبر نصرا للقوات الموريتانية، مقدما شكره للدول التي تعاملت معها في القبض عليه، مؤكدا أن السجين مر بالعديد من الدول الإفريقية أثناء فراره من السجن بنواكشوط. نهنئ رجال الأمن والإدارة العامة للأمن الوطني ونبارك لها في هذا الإنجاز المشرف والمتألق والكبير اللي تحقق، واللي الحقيقة نتيجة جهود جبارة ومكثفة وخطة محكمة ومتقنة نظمتها الإدارة العامة للأمن الوطني ورجال الأمن حتى ألقوا القبض هم لأنفسهم وبجهودهم هما على سجن الفار. وفي هذا الإطار نشكر باسم الحكومة الدول الصديقة المجاورة. هكذا كانت أهم المسائل التي تم التطرق لها خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء الموريتاني. يعقوب سيدي عبد الله، الوطنية. أشاد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا بمستوى التعاون الأمني مع دول الجوار الذي قاد إلى اعتقال السجين السلفي الفار السالك للشيخ في غينيا. وقال الحزب في بيان صحفي له إن تمكن الشرطة الموريتانية من تنفيذ عملية الاعتقال يعد إنجازا هاما وبرهانا آخر على مدى الجاهزية العالية التي تتمتع بها مؤسسة الشرطة الوطنية. وعبر الحزب عن فخره بالأداء المهني الفعال للشرطة الوطنية
خلال متابعة واعتقال هذا الإرهابي الفار من السجن المدني. وهنأ الحزب في بيانه الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز وجميع منتسبي مؤسسة الشرطة الوطنية بكل مفاصلها وكافة أفراد الشعب الموريتاني وخلص البيان إلى حث الموريتانيين على اليقظة التامة والتعاون الدائم بوعي ومسؤولية مع الشرطة الوطنية وغيرها من الأجهزة الأمنية الوطنية لمواجهة كل ما من شأنه تهديد أمن واستقرار البلاد حسب تعبير البيان. هذا وقد وصل مساء أمس إلى العاصمة نواكشوط السجين السلفي الشيخ للسالك الذي فر من السجن المدني منذ 3 أسابيع عقدتها السلطات الأمنية الموريتانية في بحث مستمر، حيث حاصرت بعض المنازل في العاصمة بحثا عنه قبل أن يتم اعتقاله في غينيا بيساو رفقة مهربه. وقد أثار اعتقال للسالك جدلا واسعا تناولته بعض وسائل الإعلام حول كيفية اعتقاله والطريقة التي تمت بها من خلال السلطات الأمنية في غينيا بيساو. وسنتناول الخبر بالتفصيل في فقرتنا الحدث الأبرز ضمن مسائيتنا الليلة بحول الله. شجب حزب التحالف الشعبي التقدمي المعارض اليوم الخميس بقوة ما قال إنه رفع متعمد للأسعار المفروضة على المواد الغذائية ذات الضرورة الأساسية. ودعا الحزب في بيان وزعه اليوم النظام إلى اتخاذ الإجراءات المصاحبة الفعالة والناجعة، ومن بينها زيادة رواتب العمال والمتقاعدين للتخفيف من وطأة غلاء الأسعار. وطلب البيان بخفض أسعار المحروقات سريعا وبدون تأخير بشكل متناسب مع هبوط البترول في الأسواق الدولية. وشدد الحزب المعارض على ضرورة وضع آليات لرقابة الأسعار تكون مؤثرة وناجعة بغية حماية المستهلكين ضد طمع التجار الجامح وفق تعبير الحزب، مطالبا باتخاذ قرارات قوية لصالح المواطنين الأكثر حرمانا خاصة في المناطق الريفية والأحياء الشعبية والضواحي بما يتناسب وظروفهم المعيشية الهشة. نظم العشرات من سكان قرية تفريت وقفة احتجاجية اليوم في أمام القصر الرئاسي لمطالبة الرئيس بالتدخل لحل معاناتهم جراء رمي الأوساخ وكب النفايات في القرية التي سببت الكثير من الأمراض لساكنة القرية. مزيد من التفاصيل مع الزميل محمد بلال. الاحتجاجات من جديد تعود لبوابة القصر الرئاسي الذي كان على موعد مع احتجاج سكان تفريت الذي حمل عنوان إنقاذ القرية من مكب النفايات ورمي الأوساخ القادمة من العاصمة نواكشوط أولوية القرية. المحتجون وإن اختلفت أعمارهم وأجناسهم توحدوا في المطالب بلسان شيخ فصيح أعلها تكون أبلغ لدى الجهات المعنية. احنا هذا مجموع التفريت، حاضر التفريت النعمان بلانا مولانا بمكب يكبلنا فيش من السموم وزقلنا قدر من الناس رجالا ونساء وفش فينا امراض معروفه ما هي معروفه وخبيثه ومشات للخارج وماتوا شي من اهلها. وضركاتيه ناشدوا السيد الرئيس رئيس الجمهوريه بصفتنا جيرانه وبصفتنا شعبه أنه يزول عنا هذا الأذى. سكان تفريت المحتجون أمام بوابة القصر الرئاسي تبدو مطالبهم مختصرة على قضية مكب النفايات التي لم تعد تطاق جراء أسباب خطيرة أبسطها الروائح الدائمة والمتواصلة، فهي مطالب معنونة بالمستعجلة. احنا مطالبنا ما تتخطى عنا طالبين عن هذه الكارثة اللي سلطت علينا تسليطا، اللي هي هاي النفايات اللي تنكب لنا وسط ديارنا وخيامنا في تفريت، اللي ضاره بالانسان وضاره بالحيوان وضاره بالبيئه نباتات الى اخره عنها تنزال عنا. تفريت باحتجاجاتها التي عكستها الشعارات المندده والمطالبه بحل القضيه ومن اعلى هرم في السلطه تعيد للاذهان احتجاجات سابقه كانت قد نظمتها ساكنة تفريت في القضية ذاتها، مما يطرح التساؤل حول من أوحى لتفريت بأن القضية حان وقت حلها. وفي ذات المكان نظم عدد من آباء التلاميذ رفقة أبنائهم وقفة احتجاجية
من أمام القصر الرئاسي، وطلب المحتجون الرئيس محمد عبد العزيز التدخل من أجل إعادة فتح مدرستهم التي أكدوا أنها أغلقت من أجل إنجاح مدرسة أخرى على حساب دراستهم، مؤكدين أنهم منذ أسبوعين ودراستهم متعطلة بسبب إغلاق تلك المدرسة حسب قولهم. نحن مجموعة من الطلاب طالبين في دراسة، إن أسبوع ما نقرأ ومخسرة قرايتنا، قاعدين عند الوزارة ما رأينا حد يقولنا كلمة زين من الآخرة، بالتهاتنا مقفول عليهم، ما قرينا، أساتذتنا كل نهار واقفين في الشوارع يتحرون نجوم، نحن إيش عندنا المدارس الآخرين؟ ما عندنا شيء للتناقل، المرة توقف الثامنة تامة توقف يشيلها لين يدخل، نحن شيء من البنات ما عندنا شيء للتناقل ولا عندنا شيء، ما نحن ما لنا مؤمنين قاع في بلدنا، ما لنا مؤمنين قاع المدارس الأخرين، نحن قابلين قسم المدارس الأخرين، قال ما عندنا تأمين، نحن لا توقف المرة عند فم دارها يا ناس، توقف يدخل يشيلها، نحن لنا أسبوع مخسرة قرايتنا أساتذتنا حاضرين ما نقرا، ما لنا قابلينه، ودورتهم واقفين هنا لين نقرا وتحصل لنا قرايتنا، والله لين مستعدين نقبوا لا فتات ونجرهم على روس أساتذتنا نقرا ومدرستنا، الشاهد الصام أنتم ما عندكم حد اللي جاكم جاهل ما تقدروا تدخلوه في الطب. في السياق ذاته احتشد عدد من عمالي المؤسسات العمومية السابقين رفقة عدد من المواطنين العائدين إلى موريتانيا في أحداث 89 للمطالبة بحقوقهم كمواطنين موريتانيين، وطلب المتظاهرون بتسوية وضعيتهم من خلال الرسالة التي صادقت عليها الحكومة والمتضمنة لحقوق العمال السابقين في بعض المؤسسات العمومية وضحايا أحداث 89، مؤكدين أن المؤسسات وعدتهم بإعطاء حقوقهم لكنهم لم يستفيدوا من أي شيء حتى الآن حسب ما يقولون. احنا اجينا هنا اليوم قدام رئاسة ندور حقوق الناس لفر ما كتر النف، وجينا هنا على ذاك القبل خالق ذكري قط عدلوا هم مجلس الوزراء عدلوا صادقت عليه ولا رينا كيف اللي قال للأخ هل سنة دار وهل سنة لك ما بعد جبروشي وخالق موريتل ما بعد جبروشي وخالق بنك سنترال هذا اللي هو خالق المراورك اللي واقفة هي فات اندمنزاو الناس اللي كانت تشتغل معه يبقات هي اندمنزاتها غير ما ردوه لعملها ولا أعطوه شيء. طلبت الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية شركة الموريتانية شركة موريتانيا لوجستيك بالعدول عن قرار قالت إن الشركة تعتزم إصداره بتسريح 70 من عمالها بدون وجه حق، واتهمت الكونفدرالية في بيان لها الشركة بمحاولة الالتفاف على حقوق العمال وتجاوز القوانين والنظم المعمول بها في موريتانيا حسب بيان الكونفدرالية. وطالبت الكونفدرالية الشركة باحترام النصوص القانونية المنظمة للعمل والاتفاقيات الجماعية للشغل، معلنة مؤازرتها للعمال في نضالهم من أجل استرداد حقوقهم كاملة غير منقوصة، داعية إلى رص الصفوف لمواجهة ما أسمته الظلم والتعدي على حقوق العمال. وحثت الكونفدرالية كافة مفتشيات الشغل على النهوض بالدور المنوط بها ورفض التلاعب بحقوق العمال وأسرهم وأطفالهم حسب نص البيان. نشرتنا مستمرة لكن بعد فاصل قصير. كثرت المشاغل وتكدست المشاكل فخبتت الهمم وقلت النعم لتغلق الحياة أبوابها في وجه المتشبثين بعد أن سلبت أكثر مما وهبت، لكن يبقى الخير شلال أمل ينبع من قلوب مؤمنة ليصب في كف كل مريض مل مصاحبة الألم، وكل فقير أعياه العيش على الفتات. برنامج شطار في الدنيا بارقة أمل لكل محتاج ومفتاح الخير لكل معطاء، فمن أجلكم بدأنا وبكم نستمر. الموسم الثالث لبرنامج شطار في الدنيا يأتيكم في توقيت جديد مساء كل جمعة 10:30. تابعونا. ونعود لتكملة بقية فقرات مسائيتنا، حيث تظاهر المئات من النشطاء الموريتانيين مساء أمس
بملتقى طرق مدريد في العاصمة نواكشوط، وذلك للمطالبة بخفض أسعار البنزين، معتبرين أن قرار السلطات إبقاء سعره مرتفعا رغم انخفاض أسعار هذه المادة دوليا غير مبرر. وكان عدد من النشطاء أطلقوا قبل أسبوع واسم ماني شاري غزوال لمطالبة السلطات بخفض أسعار هذه المادة، مؤكدين خلال وقفتهم أن الارتفاع الحاصل في أسعار البنزين أصبح يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين. في أحد أحياء العاصمة نواكشوط الفقيرة يرقد أواه بلا حراك بعد أن حلت عليه لعنة المرض والفقر ورماه الدهر بين طيات النسيان. زميل متالي الصادق يرفع طيات النسيان عن قصة أواه في سياق التقرير التالي. قديما قيل إن لكل شخص حظ من اسمه، فما بالك إن كان هذا الاسم يعكس حقيقة الألم الذي يعيشه صاحبه. واه رجل في العقد الخامس من العمر، بدأت الآهات تنهال عليه في سن مبكرة، فانتعل السقم حذاء مشى به في مشوار حياة أخرسته أبدا، لا ينبس ببنت شفه، وذهبت بالكثير من عقله، وكأنها تريد منه الصمت ونسيان هول ما فعلت به. هو هذا خوي شقيقي، ولو كان زاد تبارك الله منه القرآن وهل كل شيء من سابق، وقاري وبار، وعاد ما تلاقي فاصل أرواقي، وعاد أم اللي حشمنا الله من الشلول زرورته زر العربي ما يعدل فيش، وقسم والكلام ما يتكلم، لأن المصائب لا تأتي فرادا، أوغلت المعاناة فيه بقدر سنين عمره، فمع ما ألبسته من مرض أفرغت جيوبه وأهله ومن من حوله حتى لا يجد للتداوي سبيلا. يعني عندنا الادويه اللي واعره مدمن عليها، كل اسبوع كل اثنين لابد من مبلغ من الفضاء، ما عرف دمه مولان والفحوصات، حتى يومنا هذا عنده حصه عاد يمشي تمريس، ارعينا ما نجبر الصيف اللي نوصله به. احنا ساكنين له في ذا الحي اللي هو حي ملح، خرص لي رقاج لا يمشي من هنا يا وعد ادي الضباط، وين هو تلا يجيبك في ذا البلد له، وين هو تلا يترجعك، حيلة شنية اللي لا يتم تنقلوا بها، وين الصيفة اللي لا يتمشي بها. قريبه ورفيق دربه، والذي يحاول قدر الإمكان أن يقاسمه الألم، طالب كلا من الدولة والخيرين الترأف بحال خليله. طالبي من الدولة جازين وجازي أبو الحسن، ذاك اللي ديدك تحدى المخالق مولانا وما خلق مولانا، اللي ديدك تساعده به مشي تعرف عنه ما هو ضار راية ولا هو ضار وصالح له، أن توفرون إلى عد ذاك اللي إن كان قد يصح، ومن المسلمين وما اللي منها متبرع بشي جزاها الله خير قد يعدل به تبرع. بعيون لا ترى في الأفق أملا، ينتظر الله ما سيأتي به قادم الأيام، لعل أيادي الخيرين تنفض عنه غبار المرض أو بعضا منه. تالي الصادق، الوطنية قصيرة في جديد الأنباء الدولية مع عبد القادر ميارة. بدأ الرئيس الصيني شي جي بينغ اليوم الخميس مباحثات مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، التي وصلها مساء الأربعاء في ثاني محطات جولته الإقليمية غير المسبوقة، التي تهدف إلى تعزيز الحضور الاقتصادي العملاق الآسيوي في الشرق الأوسط. وتتطلع القاهرة لتوقيع اتفاقيات الاستمرار مع الجانب الصيني في مختلف مجالات الاقتصاد، ما يمكن يعطي أيضا دفعا للاقتصاد المصري المتداعي منذ الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.
قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستافان دي مستورا إن محادثات السلام قد لا تبدأ كما هو مخطط لها في جنيف 25 يناير، لكن يجب على القوى الكبرى مواصلة الضغط الدبلوماسي على الأطراف المتحاربة للجلوس على طاولة المفاوضات. وقال دي مستورا في مقابلة له إنه سيعلم يوم الأحد ما إذا كانت المفاوضات ستجري في اليوم التالي، مضيفا أنه يجب أن تكون محادثات جادة بشأن السلام مرتبطة ببوادر ملموسة مثل وقف إطلاق النار والسماح بدخول قوافل الإغاثة. قال مارك روتا رئيس الوزراء الهولندي اليوم الخميس إن أمام أوروبا ما بين 6 و 8 أسابيع فقط لإحكام السيطرة على تدفق اللاجئين من مناطق الحروب في الشرق الأوسط ومناطق أخرى. وقال روتا لجنة تبحث الشؤون الأوروبية في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أمامنا من 6 إلى 8 أسابيع، مضيفا أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي الاتفاق على آلية تحل محل نظام دبلن الذي يقضي بأن يطلب المهاجرون اللجوء في أول دولة من دول الاتحاد يدخلونها. أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس اليوم الخميس أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أنه يريد تجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي سيكون خطأ لكن ليس بأي ثمن. وقال فالس أن خروج بريطانيا سيكون أمرا سيئا بالتأكيد، مضيفا أنه يجب أن يحصل اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لتجنبه لكن ليس بأي ثمن. الدورية العالمية والتحديات الكروية أشياء كثيرة يخبئها الكابتن صلاح الدين سيد أحمد في جعبته الرياضية. نشرة الأخبار الرياضية الموجزة من قناة الوطنية، أهلا بكم. حصلت موريتانيا رسميا على شرف استضافة بطولة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم إناف للاعبين الأقل من 19 عاما. وبهذه المناسبة نشرت الاتحادية الموريتانية لكرة القدم اليوم بيانا شكرت فيه السلطات الموريتانية الرسمية على دعم ملف ترشح بلادنا لاستضافة هذه البطولة، وشكرت كذلك اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم على ثقته في قدرة بلادنا على تنظيم حدث بمثل هذا المستوى. ويتكون اعضاء هذا الاتحاد من الاتحادات الشقيقة لكل من المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر، إضافة إلى بلادنا التي تشارك منذ السنوات الأخيرة في نشاطات هذا الاتحاد ببطاقة دعوة. أعلنت المحكمة الإقليمية العليا في برشلونة أن محاكمة الأرجنتيني ليونيل ميسي ووالده خورخي بتهمة التهرب الضريبي ستبدأ في 31 مايو المقبل على مدى 4 أيام. وكانت المحكمة العليا في مقاطعة كاتالونيا أعلنت في 8 أكتوبر الماضي أن ميسي المتوج مؤخرا بجائزة الكرة الذهبية يفضل لاعب في العالم للمرة الخامسة في مسيرته الاحترافية. والده خورخي سيحاكمان بناء على 3 تهم بالتهرب الضريبي قد تؤدي إلى سجنهما. ولم يوافق قاضي التحقيق الذي وقع الأمر على طلب النائب العام في محكمة برشلونة بمحاكمة والد ميسي فقط، معتبرا بأن اللاعب لا علم له بعملية التهرب. احتفظ نادي ريال مدريد الإسباني بصدارة قائمة أقنى أندية العالم في الوقت الذي تراجع فيه بايرن ميونخ لأدنى مرتبة له، وبلغت إيرادات ريال مدريد 577 مليون يورو في موسم 2014-2015 ليتصدر التقرير المالي السنوي لأندية كرة القدم لمجموعة دي لويد للعام 11 على التوالي. واستعاد برشلونة بطل أوروبا وإسبانيا المركز الثاني محققا إيرادات بلغت 560.8 مليون يورو، يليه مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثالث، وجاء باريس سان جيرمان بطل فرنسا بالمركز الرابع. كشفت إذاعة أواندا سيرو الخميس أن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع نجم برشلونة البرازيلي نيمار، وكان هناك اجتماع بين الطرفين قبل أيام. وفقا للإذاعة الإسبانية فإن مبعوثا من ريال مدريد اجتمع مع نيمار ووالده قبل حفل الكرة الذهبية الذي أقيم الأسبوع الماضي في مدينة زيورخ السويسرية. وبعد هذا الاجتماع استنتج قادة ريال مدريد أن النجم البرازيلي والده يستخدمون اهتمام النادي الملكي فقط للحصول على قيمة مادية أكبر في عقده الجديد مع برشلونة. يذكر أن نيمار الذي سينهي عقده مع برشلونة في عام 2019 تقدر قيمة فسخ عقده بنحو 190 مليون يورو. نهاية الموجز الرياضي، عودة إلى استديو النشرة.
مسائيتنا انتهت، نضع نقطة نهاية عليها ونعود لنذكر بأبرز ما جاء فيها. المجلس الوزاري يعقد اجتماعه الأسبوعي ويصادق على جملة من المشاريع والمراسيم. التحالف الشعبي والتقدمي يشجب الارتفاع الحاصل لأسعار المواد الغذائية والبترولية ويصفه بالمتعمد. من جديد، سكان تفريت يتظاهرون أمام القصر الرئاسي للمطالبة بحل مشاكل مكب النفايات بالقرية. الكونفدرالية الوطنية لعمال موريتانيا تطالب باحترام النصوص القانونية المنظمة للعمل والاتفاقيات الجماعية للشغل. وفي حدثنا الأبرز، تابعتم إلقاء القبض على السجين للسالك يثير الجدل بعد وصوله إلى موريتانيا. ختاما نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، أطيب المنى وفي أمان الله.